السلام عليكم، معنا ابو تيسير شعبان من مدينه اللاد. ابو تيسير بالله احكي لنا شو صار معك اليوم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم صار كان في عندنا خطبه، وفي الخطبه الناس جاوبوا نصيحه، قالوا رمكم مسكروهن، انتم ما طلبتوا اشور. قلنا متى احنا بناخذ اشور الملعب اللي عندنا احنا محافظين عليه 20 سنه هذا بنستفيد منه احنا. فهني صارت وطن مش وطن، صار يتحرك فينا أشهر الدز الكبير والدز الصغير والدز العيل والدز الحرمة، ودي نفوت على الحريم يضربوا، فاهم؟ وهذا من يحترم كويس كويس، يعني الفرح لا يخرب على شيء. صاروا يتبرعوا عن نسوان وهذا، وصارت الحرمة في عائلين يدزوهم طاح يضربوا في اثنين، ويعني صار شيء يا زبعه ايش نحكي لك، يعني صار شيء ما بصدق. انا ما بصدق ان بني ادمين سووا اللي ان شاء الله شيء، يعني ما بيتصدق اللي صار اليوم، ما بيتصدق ما بيتصدق. كان في اطلاق نار ابو تيسير؟ في اطلاق النار، في سمعت رصاص لا يوم الرصاص، يعني احنا منعنا اطلاق النار، هم صرحوا لهم احنا ما في عندنا اطلاق نار. اطلاق نار يعني من جهه البوليس؟ من شقة البوليس، من شقة، ما في منه ما في منه، لو في اطلاق نار ما في منه بالمره. خلاص ما في طلاق من واحد عندنا، ولا واحد عنده نار عشان يطلقوا، بس النار رجعت من البوليس مخفى لها، والنسوان فاتن في الخوف لما تسمى نطخ، يعني اولادنا نطخوا، والحريم هذا كلنا يعني اللي في زعيلين، كل الحريم تخلوا عن طحوا على الارض، حريم وضعف صغار واختياريات، يعني في حريم فوق 90 سنه كان غالي اختياريات، طيب ايش نسوي؟ طاحت على الارض، فزع علي بمي وفزع علي نار، ما اللي بفزع مي ضربوه كمان، حتى اللي بفزع مي سقيم مي ولا ايش. والغاز المسيل للدموع؟ الغاز المسيل للدموع ضربوا علي، انا ضربوا علي ما شفت حريني فتحت مي، بس صحيت. استعمل يعني الغاز؟ استعمل غاز خريف من وقت حتى هني، بعد ما صحيت صرت احس شو اسمه فلفل عادي، فاهم؟ هاي يعني ما بسوي الحين، كلت وجه عندي. طيب شكرا لك ابو تيسير، سلامتك ان شاء الله رب العالمين.